جانب لاعبي الاهلي ومحاولات للوصول لمرمى الفيصل. الهدف الاول فتفاسيدس يسجل القصير يرتقي عاليا ويسجل الهدف الاول، الهدف الاول من الكرة الثابتة على القائم الأول. هذه الكرات الأهلي دائما من الكرة الثابتة مباشرة لمرمى مصطفى ملائكة. لاحظ تحرك فتفة ممتاز لوحدة يسجل كرة رأسية. فتفة سيدس من الكرات الثابتة والكرات الرأسية قليل ما يسجل، هالمرة تواجد في مكان مناسب ولوحدة تماماً.